وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتتبعينا على المنصات الاجتماعية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حديث الثلاثاء في هذه الحلقة سنناقش موضوع النوع الاجتماعي بين الإنجازات القانونية والتحديات السياسية مع ضيفتنا الأستاذة أميمة عاشور وهي أستاذة بجامعة محمد الخامس وكذلك رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات مرحبا بك أميمة شكرا على الاستضافه. شكرا ما زال موضوع مشاركه المراه في صنع القرار موضوعا يستحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان والمواطنه ومن ثم موضوع الرياضه النسائيه بشكل عام في مختلف المجالات. نقف الان بعد اكثر من عقد بعد سن دستور سنه 2011 وقرابه عقدين بعد سن مدونه الاسره لاحظنا يعني بالاكيد اه ارتفاع في نسب تطور مشاركه نسائيه سواء في الانتخابات وفي الفعل السياسي بصفه عامه كما لاحظنا كذلك ارتفاع ارقام النساء في مراكز القرار من الشق يعني الاقتصادي الى غير ذلك راوحتنا كذلك يعني مظاهر ارتفاع تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، إلى أن يعني وجود ترسانة سياسية وقانونية لهذا الموضوع، يعني يجعله كذلك أمام مجموعة من التحديات ومجموعة من الاختلالات التي تمس يعني كرامة المرأة من شأن ومن شأن آخر وجودها وفعلها سواء في يعني من ناحية الفعل الفعل السياسي أو الفعل العمومي. ابدا معك باول سؤال اميمه الى اي مدى تتلائم وتتجانس نوعا ما القوانين او الترسانه القانونيه المحدده للمساواه والمناصفه وتلك التي تعزز كذلك اعتماد النوع الاجتماعي كمقاربه تقاطعيه شامله شكرا على الاستضافه هذا 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 السؤال يستحق ربما انجاز دراسه معمقه سوسيولوجيه قانونيه تاخذ بعين الاعتبار حتى الشق الشق الاقتصادي اللي عنده تداعيات كبيره ولكن ربما تقييم السياسات العموميه تي, تي دوز على مراحل متعدده تقييم السياسات العموميه اولا قبل تقييمها انجاز السياسات العموميه خص تكون الفئات اللي هي يجب ان تتعامل مع هذه السياسه العموميه مدمجه من الاول لي صياغه السياسه العموميه وثانيا الفئات اللي غادي تستفد من هذه السياسه العموميه خصها تكون مواكبه لجميع مراحل السياسه العموميه وفي الاخير ممكن اننا نقيموا مدى الاخذ بعين الاعتبار للسياسه العموميه للفئات اكيد النوع الاجتماعي والسياسات العموميه تقييم اللي هو يجب ان يتطلب عنده ميكانيزمات عنده قواعد ديالو عنده المراحل اللي ممكن اننا نقوم به ناخذ مثلا مصادقه المغرب على الاتفاقيات الدوليه اليوم المغرب ربما في المساله ديال المصادقه ديال والاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالطفل والفتاه وذوي الاحتياجات الخاصه الترصنة القانونية تم استنفادها، أكيد كاين باقي بعض المسائل اللي هي عالقة بحال التحرش في أماكن العمل اللي باقي فيها مجهود للترافع كبير المجتمع المدني تقوم به، ولكن نجي نشوفوا الإطار العام والإطار المرجعي تم المصادقة على الأغلبية، كان إطار اللي هو سامي اللي هو الدستور المملكة المغربية اللي, اللي في الفصل 19 ديالو كينص على المساواة بين المساواة والمناصفة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية وهاد وهاد الدستور الشغال على الملائمه ديالو خدا اكثر من عقدين من الزمن اليوم حنايا على بحال اللي قلت عشر سنوات من صدور الدستور 2011 ما هي أه ما يمكن كيف يمكن ان نقيم السياسات العموميه في ظل دستور 2011 وما هي مكانه النوع الاجتماعي في السياسات العموميه أه سؤال اللي هو كبير ولكن احنا كنعرفوا السياسات العموميه اللي كاينين كان مثلا برامج القطاعيه لان هذه الكلمه السياسات العموميه ما كيفهموهاش الطالبات والطلبه والمواطنات والمواطنين سياسه عموميه هي برامج هي استراتيجيات هي أه اللي كتنبثق من الشعب

اللي ربما كتنتقل مثلا كتتحملها الفئه اللي كتمثل الشعب في البرلمان اللي ممكن انها تقدم مقترح قانون ولا تعدل القانون ولا ممكن ان المجتمع المدني يقوم بواحد الترافع مجتمعي بالميكانيزمات دي الديمقراطيه التشاركيه كتقديم عرائض كتقديم ملتمسات باش انه يطالب بهذه السياسه العموميه ولا ممكن ان الحكومه بطبيعه الحال انها تنجز واحد السياسه العموميه متعلقه مثلا ناخذ سياسه ديال الاكرام ولا سياسه ديال التمكين اللي دمجه المتطلبات النساء والفتيات في صلب السياسات العموميه التقييم ديالها اللي قلت يأخذ عده مراحل اليوم كاين تنعيش واحد الازمه اللي فاقمت الفوارق الاجتماعيه هي ازمه كوفيد <applause> واللي أه ورات الفوارق المجاليه من فريق فوارق النوع الاجتماعيه واللي من بينها النساء والفتيات مثلا ناخذ ظاهره العنف اللي عاشوه النساء في ظل جائحه كوفيد لي لي كي كي اللي كاين اليوم كاين قانون اطار القانون ثلاثة اللي كيؤطر العنف ضد النساء ولكن كانوا في ذاك المراحل كانوا الجمعيات المجتمع المدني حاضرين كانوا سياسه العموم كانوا الوزارات المراكز ديالها استقبال النساء كاينين هاد لي هاد الفئات ولكن في السياسة العموميه كتقيم الهدف من السياسه العموميه والنتيجه اللي كتوصل لها بداك السياسه العموميه واش مركز استقبال النساء ضحايا العنف ادى المهمه ديالو في جائحه كوفيد وشحال من مراه استقبل شحال الفئه اللي ممكن انها تمشي لهذاك المركز كاين الفئات اللي ما عندهمش مراكز قرابين لهم في الجهات ديالهم اذا هادو كلهم وسائل ومحطات اللي هي مهمه لتقييم السياسه العموميه ناخذ مثلا تقييم السياسه العموميه للحمايه الاجتماعيه مثلا هل اطار القانون الجديد للحمايه الاجتماعيه ياخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في صياغه في صياغه السياسه العموميه ديال الحمايه الاجتماعيه وحنا كنعرفوا ان كاين واحد الترسانه قانونيه باقي فيها مازال ل... لي 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 مستن لي في, في الصياغه ديالها شحال هادي مستن ما, ما على المساواه عليها ملائمه القوانين مع الدستور مهمه مثلا كنهضروا على التعويضات العائليه راه معروف راه الازواج هما اللي كياخذوا كي التعويضات العائليه معروف ان مثلا بالنسبه لذاك الملفات ديال المرض راه معروف الازواج اللي تياخذوا تي الملفات في المرأة في ظروف استثنائيه كتاخذهم المراه ولكن خص الراجل ما يكونش مصرح في الضمان الاجتماعي وخصها هي مثلا تكون مصرحه ولا يكون متوفي ممكن ظروف خاصه ولكن الظروف العامه أه كتعطي للرجل ما كتعطيش للمراه بطريقه متساويه للولوج الى الحقوق والتمتع بالحقوق هكذا ممكن اننا نقيموا السياسات العموميه كاين السياسات العموميه المتعلقه بالصحه بالتربيه الو... بالتربيه بالشباب أه اذا هذا سؤال اللي هو أه شكرا ايمان انك طرحتيه لانه سؤال مهم اليوم في ظل دستور 2021 هل سياسات عمومية العموميه مبنيه على المساواه هل السياسات العموميه مبنيه على مبدا المناصفه وهل السياسات العموميه مبنيه على المساواه للولوج الى الحقوق والتمتع بالحقوق هذا سؤال مهم كبير نضيف كذلك الى هذا يعني السؤال دائما في نفس الاطار امام يعني مجموعه من السياسات العموميه التي ذكرتي بعض الامثله منها التي تجعل ربما من النوع الاجتماعي واحده من مرجعياتها او اهدافها هل يمكن فعلا القول ان هذه السياسات تنبني على يعني مقاربه نوع من ناحيه المنهجيه من ناحيه تصور التنزيل التتبع والتقييم كذلك او نعود يعني اليها فقط عندما نذكر يعني مبدا الحكامه او مبدا يعني الديمقراطيه التشاركيه الى غير ذلك هي الصياغه ديال السياسه العموميه كي السياسه العموميه اللي كانت اعتمدت المعايير الدوليه لصياغه السياسه العموميه ولكن الاجراء ديالها هي مربط الفرس نعم تم الصياغه ديالها واحترام جميع الشروط وادخال النوع الاجتماعي بحال مثلا دابا كاع الترسانه القانونيه اللي كنهضرو عليها على لي لوكال على الشان المحلي وتغيير القوانين المتعلقه بالانتخابات كان ادماج مقاربه النوع ادماج المجال المخصص وبعض الفئات مخصصه للنساء في بعض الجهات واللوائح الجهويه و30% هذو 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 نقط اللي هي تحسب للسياسه العموميه بحكم انها تاخذ بعين الاعتبار لي ريزولتا سيكسو سبيسيفيك معنيتها النتائج المتعلقه بالنوع الاجتماعي والجنس واليوم حتى حتى المندوبيه الساميه للتخطيط كتخرج لينا بعض الاعمال اللي هي على مستوى رافع اللي تاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي ربما اليوم الاشتغال اكثر خصو يكون بطريقه اللي هي مجاليه بطريقه مثلا عندنا لانديكاتور ديال المغرب ولكن ما عندناش لانديكاتور ديال الجهه نعم. هذا آه الاشتغال اكيد كاين منظمات اللي كتشتغل عليه وللحرص على آه على ادماج النوع الاجتماعي حتى في الفئات آه الفئات اللي كتخرج لي زانديكاتور ريجونو هذه مساله اللي هي مهمه ولكن باش نرجع للسؤال ديالك آه اليوم كان نحسوا بان كاين مجهود في الترسانه القانونيه ولكن الاجراء او في ارض الواقع باقي كاين مجهودات اللي خصنا الجهود للوصول الى اعمال اعمال مبدا مبدا المساواه تفعيل مبدا المساواه اولا وتفعيل مبدا المناصفه اليوم ما عندناش قانون اطار ديال المناصفه ما عندناش قانون اطار ديال المساواه اذا كل الترافع اللي تتعتمد يعتمد المجتمع... عليه المجتمع المدني والهيئات السياسيه حتى المنظمات السياسيه ينبثق من الدستور الفصل 19 وحنايا كعضو في الائتلاف المناصفه دابا قمنا بواحد المجهود كبير آ... آ... لمده اربع سنوات مع الهيئات آ... بمعيه بمعيه الهيئات و... المنظمه السياسيه والمجتمع المدني وحتى بعد الكفاءات الوطنيه لي في مجالات الفن والرياضه اننا نشتغل على عريضه لاخراج واعمال قانون المناصفه وهذه العريضه تم القبول ديالها في هذه أول عريضة في هذه العشر سنوات وآخر عريضة تم اعتمادها في الحكومة السابقة من طرف رئيس مجلس النواب واليوم إحنا مستمرين في المرافعة والترافع من أجل قانون الإطار للمناصفة نعم امام هذه يعني يعني الفعاليات التي يقوم بها كذلك المجتمع المدني ورجوعا الى صاحب القرار يعني بشكل اساسي ما هي مظاهر فوارق يعني اعتماد النوع الاجتماعي وعدم المساواه بين الجنسين من الناحيه يعني الاجتماعيه الاقتصاديه الثقافيه المجاليه والرقميه كذلك التي قد يفتقد ربما تصورها وادماجها من 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 قبل المشرع او من قبل صاحب القرار ازمه كوفيد فاقمت الفوارق الاجتماعيه وحولت طريقه تفكير المجتمع احنا عشنا هاد السنتين وهاد الثلاث سنوات بتغيرات مرحليه تغيرات مرحليه التي همت الشق القانوني لي ربما برزت فيها الفوارق القانونيه اللي كاينه بين النساء والرجال نعطيك مثال صغير انا كيعجبني نعطي الامثله مثلا قانون الشغل في ظروف ديال الحجر الصحي كل شيء كيقول لك انا في تيلي ترافاي انا تندير ترافاي ا ديستونس ولكن قانونيا ليس هناك سند قانوني يمكن ان يكفي للاجير العمل ديالو اكيد كانوا بعد بعد التزامات اللي قامت بهم شركات وحتى الوظيفه في مجال الوظيفه العموميه ولكن الى هذاك الاجير مثلا ترى مثلا حادثه شغل ولا شنو هو السند القانوني اللي غيكفل الحقوق ديالو كاين ظواهر ديال الاجتهاد القانوني اللي عشناها في هذه الثلاث سنوات اليوم التفكير في الترسانه القانونيه تواكب العصر وتواكب الازمات ولا ولا ولا, ولا مهم ولا الادماج ديال النوع الاجتماعي في هذه السياسات العموميه في هذه القوانين ولا يؤخذ بعين الاعتبار نعطيك مثال واحد اخر مثلا الفوارق المجتمعيه ولا الصحيه عشنا في هذه ظروف كوفيد اللي عنده ماشي مساله ديال الاغنياء والفقراء ولا النساء والرجال ولكن كنا عايشين واحد الظروف اللي شيئا ما منظومه الحمايه الاجتماعيه بانت انها هي اللي كتخلق التماسك الاجتماعي وكتضمن الحقوق للاجراء والنشيطين في المجتمع كانوا حلول اللي هي كانت ساعدت شرائح كبيره المجتمع بحال صندوق ديال كوفيد كانوا ضمان أوكسجين للشركات الصغرى كانوا حلول اللي 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 قدمتها الحكومه في ظروف الازمات ولكن اليوم ملي كنديروا تقييم السياسات العموميه من منظور النوع الاجتماعي خصنا نكونوا مستبقين الاحداث خصنا ندمجوا هذا هادل... احنا الحمد لله ما عمرنا كنا في هذه الازمات ولكن اليوم حنايا كنعيشوا بباراديغمات متغيره اذا ادماج التغيرات الديموغرافيه اولا وانعكاسات ديالها على الجانب الشق على الجانب الاجتماعي وعلى الجانب الاقتصادي يجب ادماجه في السياسات العموميه نعطيك مثلا فوارق الرقميه عشنا واحد الظروف اللي كانوا فوارق الفوارق بين الفئات بحكم ان كاين اجيال اجيال اللي متمكنه من عالم التكنولوجيا احنا الاجيال 4 4 جيجا و5 5 خمسة خمسة نقطة صفر واربعة نقطة صفر اللي كتستعمل الكلاود اللي كتهضر بالكودينغ اللي قارية آه لابخوش سيستيميك في القراية ديالها وفي الخدمة ديالها وكاين أجيال اللي ما عندهاش تليفون ما كتخدمش بواتساب اللي ما, ما مثلا ما, ما باغاش تدخل لعالم التكنولوجيا واليوم حنايا كنعيشوا تحولات رقمية آه بين بين الأجيال اللي آه فيها فرص شغل اللي فيها حلول مجتمعية اللي فيها آآ نقاشات آآ على أعلى مستوى للوصول إلى حلول مجتمعية مم. إحنا دابا مشكلة تراف في المغرب ولا مثلا مشكلة تراف في الصين بواحد السرعة فائقة أثر على العالم كله إذا حل من الحلول تلقى في المغرب غيحل الازمه ديال وعده اقتراحات وابتكارات وذكاء اجتماعي اللي برز في هذه ازمه كوفيد رغم تفاقم رغم تفاقم المساواه بين الشق الاقتصادي والاجتماعي والرقمي ولكن كانوا كان ذكاء جماعي كان تضامن جماعي كان تماسك مجتمعي اللي مكننا اننا نخفوا من ذاك الفوارق اللي آه، كانت فوارق بين الأجيال أولا بين النساء والرجال النساء اللي ربما في فترات ديال الحجر الصحي آه، تضربات المسؤولية ديالها في عشرة نعم. آه، المرأة اللي ربما كانت بوحدها اللي ما كانتش مثلا مع مع الاسره ديالها في ذاك الظروف المراه اللي كان خاصها تخدم تكون في الصفوف الاماميه وعندها اطفال ما كانوش ديك خاش حلين الحضور الحضانه مراه اللي ما لقاش سند سند من مجتمعي في ذاك الظروف العصيبه فقدت العمل ديالها لظروف اجتماعيه ولا كانت واخا تكون كانت الوضعيه ديالها سليمه ومتوازنه قبل الازمه الازمه فاق فاقمت الفوارق الاجتماعيه لي مثلا الناس اللي كانوا كيشتغلوا في الطيران في السياحه اللي ربما اليوم التفكير في الازمات ك ك كمرحلة من المراحل ديال السياسة العمومية ولا ضروري وإدماجها ولا ضروري أه على ذكر يعني أه ما خلفته ما ابانت عليه الازمه ذكرت يعني دور المراه ليس مثلا ربما كان بشكل قبل الأزمة وأصبح بشكل آخر أو ربما فقط عرت عليه الأزمة وذلك رجع لمجموعة من الأسباب من بينها الثقافية ما الذي يمكن تداركه يعني لتفكيك ربما الأعراف الاجتماعية من أجل تغيير العقلية تجاه إشراك النساء وعدم طرح يعني المشكل مشكل النساء كمشكل وإنما فقط كيعني كمحور أو كيعني جزء من ديمغرافية كاملة للبلاد أكيد النساء هو نصف المجتمع وحتى الشباب نصف المجتمع، والنساء الشابات راه هما رافعة المجتمع، التفكير في إدماج النساء والفتيات في السياسات العمومية راه كتلقى حلول للمجتمع كله، أكيد المرأة راه اليوم بينات عن الجدارة ديالها واستحقاق ديالها أنها تكون في مناصب مسؤولية، وفي هذه الأزمات بينات أنها ممكن أنها تحمل هذه المسؤوليات كاملين الأسرة وديال العمل، كان مرهق بالنسبة إليها. اكيد آه. الرجل الراجل انا ما تنهضرش غير المراه بوحدها حتى الراجل حتى هو تحمل عده مسؤوليات وكانت هذه الازمه مرهقه وكان امتحان جماعي لجميع جميع النساء ورجال العالم ولكن اليوم عندنا مدونه اللي داز عليها تقريبا 17 سنه اللي فيها مسائل اللي ربما ما بقاتش كتواكب النساء اللي اللي اولا النساء في سوق الشغل اللي هما نشيطات ثانيا النساء اللي هما في مناصب اليوم في مناصب بغينا ولا كرهنا شحال ديك كنا كنقولوا بغينا النساء في مناصب المسؤوليه اليوم النساء كاينين ماشي بالطرح وماشي بالاراده اللي بغينا ولكن اليوم كاينين النساء في بعض مناصب المسؤوليه وانما القوانين تت تت هتت... ما تتخليهمش يمشيو بنفس الوتيره يعني. نعطيك نعم امثله واضحه مثلا كينا... كاينه كاينه المساله ديال ان المراه باش انها تفتح ان كونت بانكيغ ديالها راه تتبقى الوصايه للاب مثلا باش تاخذ ال... باش دير الحاله المدنيه عاوتاني الوصايه للاب باش دير الباسبور الوصايه للاب باش تاخذ الباسبور الاب باش تبدل ولدها من من مدينه من مدرسه لمدرسه سي فغي المساله اليوم تم الاستدراك ديالها في هذا التغيير الجديد ولكن راه النساء كثارات عانوا بغاو يبدلوا المدرسه لولدهم لان الزوج ديالهم ما كانش في المغرب كان مسافر في بعض المهن اللي ما تكونش حاضر دائما وكاين اليوم مساله القوامه مساله الوصايه اللي خصنا نفتحوا فيها نقاش قال الزواج القصيرات هذا هذه ظاهره اللي اليوم آه ما يمكنش انك تقبل بنت تزوج في 8 سنين ولا في 9 سنين ولا في 10 سنين ولا حتى مثلا في 12 ولا 14 اكيد جداتنا جداتنا شحال هذه عانا وامرين و وقالوا كانوا كيقولوا خصك تقراي باش توصلي باش تكوني انسانه اللي آه عندك المدخول ديالك وزواج القصيرة اليوم خص فيه اراده قويه اللي آه آه اللي اللي تمكين هذوك الفتيات من انهم يكملوا الدراسه ديالهم كاين برامج اللي ديال الدوله اللي هي بحال تيسير اللي كتمكن كت كتعطي لا للبنيته ولكن البنيته اليوم في واحد الظروف اجتماعيه وفي واحد الظروف واحد المناطق آه كتزوج وكتزوج صغيره وكتجيب مشاكل الاسره والمجتمع تدخل في دائره العنف كتدخل في دائره انها الامهات العازبات كتدخل في دائره الاطفال المتخلى عنهم اذا ظاهره زواج القاصرات كتسبعها ظواهر اجتماعيه متعدده اللي حنا كنديروا فيها سياسات عموميه باش نحلوها اللي ممكن انه نتفادوها اليوم عاوتاني كاين واحد النقاش ديال الحقوق حقوق المراه الانجابيه والادوار ديالها المجتمعيه حنا كنعرفوا كاملين ان المراه ربما ملي كتزوج وربما ملي كتولد كتقول انا انا خصني نكمل خدمتي وكاين مره اخرى كتقول لك انا خصني نوقف وكاين مره اخرى كتقول لك انا غادي نديرهم بجوج اليوم خصنا خصنا قوانين اللي كتمكن المراه انها تختار بغات تكمل خدمتها بالحمايه الاجتماعيه ديالها والقوانين ديالها تقدر دير تزوج بين الادوار الى بغات وتختار الى ما بغاتش ولكن دول مثلا دول سكاندينافيا شحال هادي بداو في هذه المسائل وعطاو حقوق للنساء اللي باغيين يكملوا خدمتهم واللي باغيين في نفس الوقت يربوا وليداتهم وفي نفس الوقت يديروا مثلا مسار سياسي ولا مجتمعي في ميدان معين لكفيله للحقوق النساء وكفيله للحقوق ديال الاسره نعم. الاسره فيها طفل والطفله وفيها حتى الادوار النمطيه اللي يمكن انها تكون مترسبه بين الاجيال، من كتربي الطفل ولا من كتربي الطفله كتع... كتعطيه واحد الشحنه نعم. ربما أه واحد الادوار اللي ادوار اللي ما كايناش في الحقيقه، ما تقول اليوم ما يمكنش تقول ان الراجل انه يقدر يكون مهندس والمراه ما تكونش مهندسه، مكتوبه في حتى شي بلاصه، ما يمكنش تقول ان اليوم المراه هي اللي غادي تكفل مثلا كاين بتكفل بالاسره والراجل ما يتكفلش كاين الرجال اللي كيدخلوا كي كيطيبوا كيتهلاو في وليداتهم كيبدلوا كيبدلوا لهم كيقراو معاهم وكاين رجال اللي ما كيديروهاش كاين النساء عاوتاني نفس الشيء كيدخلوا تيقراو مع وليداتهم وكاين النساء اللي ما كيديروش دونك ما كاينش اليوم ادوار للنساء وادوار للرجال كاين مجتمع يتحول واجيال تتحول واجيال اللي باغا انها تعيش بتماسك اجتماعي ولكن اليوم القوانين مثلا مدونه الاسره باقي فيها بعض التعثرات اللي كتعثر النساء والرجال لان الاسره مكونه من الاثنين اللي ما كتمكنهاش انها تكون منتجه نعم. منتجة في في الحياة الأسرية دي. على ذكر دائما الأجيال لدي آخر سؤال في هذه الحلقة كيف يمكن إشراك مختلف يعني سواء الشركاء أو الشرائح يعني يعني بكل مكوناتها وكذا الأجيال في تعزيز المساواة وحقوق المرأة بشكل عام احنا في حقيقه نقدر نقول تجربه قمنا بها في جمعيه جسور ملتقى النساء المغربيه اه كنشتغلوا كثيرا مع الشباب في جميع مناطق المغرب وكوننا شبكات ديال الشباب وكنهضروا معاهم اه بزاف على هذه المواضيع كيفاش نتوما كشابات وشباب ممكن انكم تكونوا صناع تغيير؟ في في المجتمع ديالكم يعني تفتيزنيت، في تيزنيت في ايمن في 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 في, في جميع مناطق المغرب وقدمنا واحد التقرير ديال تقرير جيل المساواه للامم المتحده تقرير اللي بعد 25 سنه من من معاهده بيجينغ اللي كانوا فيه عده اقتراحات للشابات والشباب اقترحوهم من اجل تغيير الوضعيه ديال الشباب والفتيات لا سيما الفتيات في ظل اولا السياسات العموميه، اليوم ما كنسمعوش ان كاينه سياسه عموميه للفتاة في المغرب نعم كاينه المراه ولكن المراه مع الشابه لا، المراه آه وش والفتاة هادو آه بحال اللي قلنا اللي قلتي قبيله فئات مجتمعيه، كاين شباب كاين نساء كاين فتيات نعم. كاين فتيان، اليوم آه ربما التركيز على سياسه عموميه للفتاة احنا محتاجينها النقطه الثانيه هي الشابات والشباب اللي باغيين يقوموا بادوار طلائعيه ومجتمعيه تحليهم لهم الفرصه كتحل لهم في الجمعيات وربما كتحل لهم حتى في الاحزاب ولكن اليوم هم عندهم افكار اللي باغيين يحققوها لتغيير الواقع المعاش احنا قمنا مثلا بواحد الهاكاطو بين الشباب قلنا لهم في هذا الهاكاطو فكروا كشابات وشباب كيفاش ممكن انكم تخلقوا التغيير اللي النساء اللي نتوما كتعيشوا معاهم ونعطيك امثله بسيطه ومن بعد خلقوا الشركات ديالهم و... لان بحال اللي قلنا سوق الشغل يتغير اليوم كاين فرص الشغل في ميدان الرقمي نعم. وتلقى اون سوليسيون اون ابليكاسيون كتعاون بها المجتمع وممكن انك تخلق فرصه شغل ليك ولا واحد العشره ديال الناس معاك وتدبرها وتحل المشكل المجتمع بحال ستاسيونمون مثلا كنا درنا واحد اللي كان ربح كان دار اون ديال ستاسيونمون كتبان بانها ربما فكره بسيطه ولكن اليوم خلق الشركه ديالو و و مثلا الا غتمشي من نقطه ا لنقطه نقطه بي ما عارفش واش غتلقى واش ما تلقاش غتعطل الموعد ديالك في الالتزامات ديالك و... اذا اليوم احنا محتاجين لذكاء جماعي وذكاء الشباب اللي باش يلقاو حلول مجتمعيه ولكن منسجمه مع حقوق مهم. الانسان حقوق المرأة بالخصوص حقوق المرأة لأن ربما كاع المشاكل اللي كتعانيها المرأة هي في تدبير مسؤوليات في المجتمع المرأة والرجل دائما أخص بالذكر الأسرة لأن بتعدد الوظائف وتعدد المسؤوليات ربما حلول صغيرة وممكن ان انها تحل مشاكل كبيره ما نوصلوش للمحكمه وما نمشوش قانون العنف 10313 <applause> وما نحتاجوش تغيير المدونه لان تفهمنا على واحد المشترك النقطه الثالثه اللي بغيت نهضر عليها هي هاد الشباب خرجوا بواحد الحلول اللي مثلا ممكن ان مثلا كانت عقله على وحده في إيميلشيل شيل النساء كيبغيو يخرجوا يخدموا ولكن ما عندهمش فين يخليو وليداتهم اذا وحده اقترحت أنها هي تكون الحاضنه لذاك الوليدات وتخلي الامهات انهم يمشيو يخدموا في ذاك المجال اللي كيبغيو يخدموا فيه هادو حلول اللي ما, ما كتطلبش تمويل كبير كتير. ولكن خاص اولا الثقه وخاص المجال آه لانك تعطي الفضاء للشاب ولا الشاب انه يعبر عليها وتطبق الفكره ديالو اذا كاين افكار كثيره ولكن اليوم احنا في جمعيه جسور ملتقى النساء المغربيه مقتنعين ان الشاب ولا الشاب في اي مجال حتى في الجامعه كنخدموا كثير مع الجامعات آه قمنا بعده ندوات حول النموذج التنموي حول المساواه بين النساء والرجال في الجانب القانوني في جامعه محمد الخامس اكدال اللي آه برزوا فيها الشابات والشباب على افكار ديالهم لتغيير المجتمع وحتى الترسانه القانونيه خصهم غير تعطيهم الفرصه نعم بهذا نختم حلقتنا اليوم ونجدد شكرنا لضيفتنا الاستاذه اميمه عاشور ذكر انها رئيسه جمعيه شصور ملتقى النساء المغربيات ناقشنا اليوم النوع الاجتماعي بين الانجازات القانونيه والتحديات السياسيه اشكر كذلك مستمعينا ومتتبعينا على المنصات الاجتماعيه لمركز السياسات من اجل الجنوب جديد. أشكر كذلك الطاقم التقني الذي يواكب برنامجنا كل أسبوع ونضرب لكم موعداً كعادتنا كل يوم الثلاثاء على الساعة الخامسة والنصف شكراً لكم